بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن التميز الخلوي بشكل مبسط. طبعا تحدث على خطوات حيث تتحول فيها الخلايا من خلايا غير متخصصة، خلايا جنينية على مستوى البويضة، داخل البويضة تنمو الخلايا الجنينية الأولية. طبعا هذه الخلايا غير متخصصة وتكون متشابهة، تكون لها فترة معينة بعد التكاثر وتتخصص هذه الخلايا، وهذه الخلايا على عملية التطور، تحدث تطورات كبيرة جدا داخلها. هذه التطورات لا تحدث فقط تخصص للخلايا، بل تهاجر بعض الخلايا إلى مواقع جديدة حيث تلتحم مع بعض الخلايا الأخرى لتكوين أعضاء أو تراكيب أخرى متعددة الخلايا. طبعا يوضح أن هذه الخلايا المتميزة والمتماثلة بعد التطور يحصل لها صفات تتجمع مع بعضها لتكون أو تنشأ أنسجة معينة، وهذه الأنسجة تتجمع مثل ما تكلمنا مع بعضها لتكون أعضاء معينة مثل الكليتين والكبد والطحال والقلب والرئتين وجميع الأعضاء في الجسم. هذه الأعضاء تكون عامة الأجهزة في جسم الإنسان. طبعا هذه الأجهزة أيضا جميع كل جهاز يعتبر له صنف معين من الخلايا، مثلا خلية الطحال تختلف عن خلية القلب، قوتها ومعلوماتها الجينية طبعا موجودة داخل النواة. هي النواة هي اللي تأمر في إنشاء وتأحور هذه الخلايا. طبعا الخلايا الموجودة فوق الأنسجة جسم الإنسان، فوق جسم الإنسان والحيوان عموما، تنقسم إلى 4 أقسام. طبعا أول قسم من الناحية الوظيفية بشكل عام خلايا النسيج الطلائي، وراح نتطرق ونتكلم عنه في دروس القادمة. وأيضا الجزء الثاني خلايا النسيج الضام، أيضا خلايا النسيج العضلي، وأيضا خلايا النسيج العصبي. وراح نتطرق على في دروس كثيرة جدا ونتعمق في هذه الأقسام. إلى هنا أتمنى أنكم استفدتوا عن أهمية تأحور الخلايا الجنينية الموجودة على مستوى البويضة في الجنين. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.